السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وإمام النبيين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة، على كتابه وسنة نبيه وطاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في العقيدة والتوحيد نقدمها لأمتنا الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال سديد وجواب فريد. ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمجيب والمعلم هو النبي الجليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأتعمد في أول كل لقاء أن أذكر الحديث الشريف الجليل بطوله، ذلكم الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بطوله، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد اخترنا رواية الإمام مسلم، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيدع الحوار والنقاش والسؤال إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وتعالى
إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، انتهيت بفضل الله جل وعلا من الحديث عن الإسناد ولطائفه، وتوقفت مع هاتين الكلمتين الجليلتين الكريمتين الكبيرتين لعبد الله بن عمر حين أراد أن يرد على أولئك القدرية النفاة، فساق هذا الحديث الجميل الجليل بطوله، لكنه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما، ثم ذكر الحديث الكريم. توقفنا في الحلقة الماضية مع قولة عبد الله بن عمر: حدثني أبي، وقلت: ليس من البصيرة ولا من الفقه ولا من الحكمة أن أمر على هاتين الكلمتين الجليلتين دون أن أستخرج ما فيهما من اللآلئ والجواهر والدرر والدروس والعظات والعبر. فهاتان الكلمتان قل من ينتبه إلى ما فيهما من دروس تربوية هائلة. قلت: حدثني أبي منهج تربوي مفتقد، انظر فيما كان يحدث فيه الآباء الأبناء في سالف الأيام، وانظر ما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام، لتقف على أهمية هذا المنهج الجليل. حدثني أبي، نحتاج إلى هذا المنهج التربوي، إلى أن يجلس الوالد مع أولاده، فالأولاد يشعرون في كثير من البيوت باليتم التربوي، وليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة. ولذا فقد توقفت في الحلقة الماضية عن أهم أسباب حاجتنا الآن لهذا المنهج التربوي الجليل الأصيل،
لمنهج حدثني أبي توقفت عند هذا السبب الخطير والكبير، ألا وهو استقالة الأسرة أو الاستقالة التربوية الجماعية. وضحك كثير من إخواننا، بل وضحكنا كثير من الأخوات في البيوت، وأخبروني بذلك طيلة الأسبوع الماضي، عن هذه الاستقالة العجيبة الفريدة التي استمعوا إليها لأول مرة، حين قلت: ماذا لو أن الزوج قدم الليلة استقالة لزوجته من تربية الأولاد، ثم ماذا يكون رد فعل الزوج إن قدمت الأم نفسها استقالة تربوية من تربية الأولاد؟ فقالت لزوجها: زوج الحبيب، سلام الله عليك وبعد، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد. هيقول لها أكيد أصبت بالجنون، توكل على الله على بيت الوالد أو على بيت أهلك. أين الأمومة؟ أين العاطفة؟ أين الحنان؟ أين أمومة التربية؟ أين أمومة التوجيه؟ أين أمومة الرحمة؟ أين أمومة الإحساس والشعور؟ فلو أن الزوج نفسه قدم هذه الاستقالة وقال: زوج الحبيبة، أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، ستتهمه هي الأخرى بالجنون وتقول: أين الأبوة؟ أين أبوة العاطفة؟ أين أبوة التوجيه؟ أين أبوة النصح؟ أين أبوة التربية؟ ليست الأبوة عطاء ماديا فقط إطلاقا. ثم قلت: تألم البعض وضحك البعض الآخر، لأننا لو نظرنا إلى كثير من بيوت المسلمين لوقفنا على هذه الاستقالة التربوية الجماعية المؤلمة. لقد استقال كثير من الآباء تربويا، واستقلنا كثير من الأمهات تربويا، وشعر كثير من الأولاد في الأسر باليتم الحقيقي، أقصد اليتم التربوي. وأنا أود أن ألفت أنظار إخواني وأخواتي لمسألة في غاية الأهمية. أنا لا أقلل من شأن الإعلام، وسأتحدث عن ذلك الليلة بإذن الله تعالى، ولا أقلل من شأن مناهج التعليم التي صارت الآن مصدر قلق ومصدر فزع ومصدر اضطراب لكثير من الأسر. وما أحوال البيوت الآن في اختبارات الثانوية العامة منكم ببعيد، البيوت تعيش حالة قلق خطيرة وحالة ألم، سواء كانت هذه الحالة من الأولاد أو من الآباء والأمهات. أنا لا أقلل من شأن الإعلام، ولا من خطر التعليم، ولا من خطر دور المؤسسة الدينية، وسأتحدث عن هذه الليلة بالتفصيل بإذن الله جل وعلا، ولا أقلل من خطر الشارع، ولا أقلل من شأن الصحبة. كل ذلك أعترف بتأثيره الحقيقي وببصماته الحقيقية الواقعية على عقول وقلوب أولادنا وبناتنا، لكنني مع كل ذلك أيها الأفاضل أؤكد لحضراتكم في لفتة نبوية بارعة قل من ينتبه إليها أيضا، ألا وهي: يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كل ذلك من المحضن التربوي الأول أن يتخلى عن دوره وأن يتخلى عن واجبه. هذا المحضن التربوي هو الأسرة، البيت. النبي تكلم عن الأسرة؟ عاوز تقول إن النبي تكلم عن الأسرة وتكلم عن البيت وبين لنا خطر ذلك على الأولاد؟ أيوة طبعا، هات الدليل، اسمع اسمع كده وصلي على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في لفتة نبوية بارعة لا يقولها إلا نبي معلم، إلا نبي معلم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الأنبياء وخير المعلمين، بل هو الأمي الذي علم المتعلمين. اسمع اسمع ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ها،
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يا الله لفتة نبوية في غاية الدقة والبراعة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه. انظر إلى خطر البيئة الأولى، تلك البيئة التي تخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا، إنها بيئة البيت، إنها بيئة الأسرة، إنها بيئة التربية، إنها بيئة التوجيه. إما أن يخط الوالدان خطوط الخير والتوحيد والإيمان والأخلاق والفضائل على القلب والعقل للولد وللبنت، وإما أن تخط الأسرة الخطوط السوداء السيئة المتفلتة من التوحيد أو من عقيدة الإيمان ومن الأخلاق والفضائل. فأبواه يهودانه، يهودانه أي يربيانه وينشئانه وينشئانه يهوديا، أو ينصرانه ينشئانه نصرانيا، أو ينشئانه مجوسيا يعبد النار. يا الله ما انتبهتش للنعمة لنا وانت فيها، أن خلقنا الله جل وعلا موحدين، واختارنا وجعلنا من أتباع سيد النبيين وإمام المرسلين. يا الله نعمة حضرتك مش منتبه إليها خالص. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل جلاله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الأسرة يا إخواني، الأسرة هي المحضن التربوي الأول، قبل ما الولد بيذهب إلى بيت الله وإلى المسجد بيتربى في بيته ابتداء على يد والده ووالدته. انظر إلى خطر الأسرة، هذا الحصن الأخير الذي أراه الآن يتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي جل جلاله. الأسرة الآن هي الحصن الأخير الذي لا يجوز لنا كمسلمين أبدا أن نتخلى عنه وأن ننظر إليه يتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا. أعلم يقينا أن معاول الهدم للتربية التي تقوم في البيت كثيرة، أعلم أن الوالد قد يربي في البيت وأن الأم قد تربي في البيت، لكن معاول الهدم لأولادنا كثيرة ستحدث عنها. لكن ليس معنى ذلك أن تتخلى أيها الوالد عن دورك، ليس معنى ذلك أن تتخلى الأم الكريمة الفاضلة عن دورها، بل يجب علينا أن نؤدي ما علينا وأن نبذل ما استطعنا وأن نترك النتائج بعد ذلك لله جل وعلا. فالقلوب والعقول، القلوب والعقول بين يدي الله تبارك وتعالى، بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يحول القلوب كيف شاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوب أولادنا على ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلكم راع، خلي بال حضرتك، كلكم راع، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم يعني ولي الأمر، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل أنا وأنت، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ستسأل عن أولادك أيها الوالد الكريم، وستسأل عن زوجتك أيضا لأنها من رعيتك. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أي مسؤول بين يدي الله جل وعلا عما استرعاه وعمن استرعاهم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ستسألين عن زوجك أيتها الأخت الفاضلة، وستسألين عن أولادك بين يدي الله جل وعلا، هل أديت أم ضيعت؟ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الموظف، أيها المدير، أيها المسؤول، أنت مسؤول عن مرؤوسيك، مسؤول عن كل موظفيك، ستسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. عاوز تخلي بال حضرتك من الأمانة دي، من الأمانة الثقيلة الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا الله يا رب سلم سلم. خلي بال حضرتك بأمانة كبيرة جدا، والله العظيم أمانة كبيرة، مش أرحم بتدفع وأرض بتبلع وانتهت القصة، لا، ده مسؤولية خطيرة وأمانة كبيرة سنسأل عنها بين يدي الله جل جلاله. اسمع الرواية مرة أخرى، اسمع كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تحب تسمع الرواية كمان مرة ثالثة؟ كأن سمعك بقلبي بتقول أيوة، سمعنا مرة ثالثة وثلاثين، كل كلام النبي عاوزين نسمعه ملايين المرات، والله لا أقول مئات بل آلاف، لا ملايين المرات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية. خلي بال حضرتك الكلام ده مش لولاة الأمور فقط، لا لينا كمان، والحضرتك والحضرتك يا أماه ويا أختاه، هذا الكلام لكل مسؤول في الأمة أيا كان حجم مسؤوليته وأيا كان قدر أمانته. حتى لا تنظر إلى القذات في عيني وأنت في الوقت ذاته تغض الطرف عن العود في عينك، وحتى لا أغض الطرف عن عود ضخم يملأ عيني وأرى القذات في عينك التي لا ترى إلا بالآلة المعروفة بالميكروسكوب، لا لا ينبغي أن يغض كل واحد منا الطرف عن تقصيره هو وعن خطئه هو في حق أولاده وفي حق مسؤوليه وفي حق مرؤوسيه وفي حق موظفيه. كل واحد منا مسؤول بين يدي الله جل وعلا، وإن أي التواء في ممارسة هذه الوظيفة وفي تأدية هذه الأمانة لصورة بشعة من صور الخيانة. لا لا تاني عم الشيخ بالراحة علينا شوي بس عشان نستوعب أنت بتقول إيه. بقول لحضرتك إن أي التواء في ممارسة هذه الوظيفة التي أنت فيها الآن وفي تأدية هذه الأمانة التي حملك الله إياها، إن أي التواء في هذه الممارسة صورة بشعة من صور الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. موضوع طويل في هذه الآلة يتسع الوقت لتفصيله الآن، لكن اسمع الرواية مرة رابعة: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. معقول اسمع الكلام ده وبعد ذلك كل وضوري وكل وظيفتي وكل اللي يعنيني؟ أيوة يا ستي، أيوة يا أم أحمد، أيوة يا أم عبد الله، أيوة يا أم خالد، أيوة يا أم إبراهيم، أيوة يا أم علي. أي اسم محتاجة كام؟ والله البيت محتاج 500 جنيه، محتاج 1000 تفضلي، 2000 تفضلي، 3 تفضلي. طيب انت فين يا مولانا؟ انت فين ايها الوالد الغالي؟ انت فين؟ اين انت من ولدك؟ اين انت من ابنتك؟ اين انت؟ هو مطلوب مني عم الشيخ محمد ان انا اسيب شغلي واسيب الوظيفة واقعد كل يوم مع الاولاد من الصباح لحد اخر النهار اديهم محاضرات في التربية؟ لا اطلاقا اطلاقا. انا لا اعيب عليك، لا اعيب عليك ان تنشغل بعملك ولا ان تنشغل بوظيفتك، بل ولا اعيب عليك وجزاك الله خيرا ان تخرج من عمل الى عمل لتوفر لاولادك حتى قيمة الدروس الخصوصية. انا اعلم الواقع لانني اعيش معك الواقع، انا لا اعيش في كوكب اخر، وانا لا احب ابدا ان انظر بعيدا عن الواقع الذي تحياه امتي الحبيبة ولا اخواني ولا اخواتي. أنا أعلم أنك موظف تنتقل من عمل في الصباح إلى عمل في المساء لتستطيع أن توفر لأولادك رمق العيش، أعلم ذلك، لكنني لن أوافقك أبدا وسأعيب عليك أن تقتل ما تبقى عندك من رمق من الوقت، أن تقتل ما تبقى عندك من رمق من الوقت
ولا تفكر في أن تجالس أولادك ولو لدقائق ولو للحظات، ولو أن تجمع أولادك معك على مائدة الطعام، ولو أن تصطحب معك ولدك إلى بيت الله جل وعلا، أو في سفر من الأسفار حضرتك عندك مشوار، اركب يا ولد، اركبوا يا أولاد معاي، خذ الأولاد معاك مرة كل أسبوع على الأقل، مرتين بحسب ما يسر الله لك. المهم أن تكون مع أولادك وأن يكون أولادك معك. ليس بالضرورة أن تكون هذه المسألة يومية، لكن لا يجوز لك البتة أن تتجاهل الأولاد وأن تتصور أن وظيفتك أنك ممثل في البيت لوزارة المالية، يعني أنت منتدب في البيت من وزارة المالية. البيت محتاج 10 قروش، تفضلي يا ستي 10 قروش وانتهى الموضوع. لا لا إطلاقا إطلاقا. الولد لابس ليه يا ابن البنطلون ده؟ ازاي يا بنت تطلعي بالبادي ده؟ تعالي يا بنت انت واخده في شنطتك وانت راح الجامعه ادوات التجميل ليه؟ هي دي الابوه. تعالى يا ابني ايه قصه الشعر اللي انت قصص ده؟ ده ابن اسمه قزع يا ابني، انك تقص جزء وتسيب جزء، ده اسمه قزع يا ابني، هذا حرام، النبي عليه الصلاه والسلام حرمه. يوم يطلع له دول حدثني ابي انه صلى الله عليه وسلم حرم القزع، يوم زميله يقول له يعني ايه القزع؟ يقول له انك تحلق جزء كده وتسيب جزء، اللي الواد بيسموه الكابوريا. بقى في الكابوريا ابو جلامبه نايم على جنبه، بقى في حاجات غريبه قوي، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا تعلمه، حدثني ابي، تعالى يا ابني، كلام جميل وكلام بسيط كده وحلو وبدون انفعال. علموا الحق وعلموا الباطل وعلموا الصواب وعلموا الخطأ، والنتائج بقى مش ليا ولا ليك. زي ما هقول لحضرتك دلوقتي، ان ربنا بارك لنا في الوقت اللي لادي، يعني النتائج ليست لي وليست لك، انما عليك ان تؤدي، ان تنصح، ان توجه، ان تربي مع كل خطأ فكري. خلي بال والله، تخلي بال حضرتك، ده موضوع في غاية الأهمية. ده حدثني أبي، ده كلام كبير. مع كل خطأ فكري حدثني أبي، مع كل خطأ قولي حدثني أبي، مع كل خطأ فعلي حدثني أبي، مع كل خطأ اعتقادي حدثني أبي، مع كل خطأ أخلاقي حدثني أبي. كل خلل، كل خطأ، لازم الولد يقول حدثني أبي، أبويا قال لي كذا، أمي قالت لي كذا، أبويا قال لي كذا، أمي قالت لي كذا، أبويا قال لي ده حلال وهذا حرام وهذا صواب وهذا خطأ وهذا حق وهذا باطل. ما تسمع لأشرف معلم ما بتصليش يا الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا الله الحسن، الحسن بن علي رضي الله عن الحسن، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن الزهراء. وهقول كل مرة وكل لقاء نحب الحسن، أقسم بالله نحب الحسن. يا خبر، معقول؟ معقول في مسلم ما يحبش الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله؟ معقول يا ناس؟ فيه مسلم على وجه الأرض لا يتقرب إلى الله بحب الحسن، بحب الحسين، بحب الحسن الذي كان أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحب الحسين الذي قال فيه المصطفى عليه وعلى الحسن سيدا شباب أهل الجنة. الحسن اللي النبي قال فيه ابني هذا سيد، سيد، سيد. الحسن سيد في الأمة، الحسن سيد من سادات الأمة، ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، ورضي الله عن الحسن وعن الحسين وعن فاطمة. نحب الحسن، والله العظيم نحب الحسن، ونتقرب إلى الله بحبه، ونتقرب إلى الله بحب الحسين، ونتقرب إلى الله بحب بنت رسول الله الزهراء رضي الله عنها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ ونتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، وبحب آل بيت النبي رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، خلي بالك،
أخذ تمرة من تمر الصدقة. يا الله! والحديث رواه البخاري ومسلم. أخذ الحسن بن علي طفل صبي صغير، وجد تمرة، تمرة يعني بلحة، وجد تمرة من تمر الصدقة، ما يعرفش ولا يعرف الحكم، فامتدت يد الصبي إلى التمرة فأخذها. أول ما رآه المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم قال له: كخ كخ. الله الله يفرح قلبك بالطاعة يا شيخ محمد حسان. كان كلمة كخ دي كلمة النبي قالها. يا راجل، ده احنا كنا مكسوفين منها واحنا بنقولها الفيوت، في بيوت الفلاحين هناك، بيوت ابائنا وامهاتنا، كنا مكسوف. لا ما تتكسفش، هذه اللفظة نطق بها اشرف فم، فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي للحسن: كخ كخ، ارمي بها ارمي بها. بايه؟ بالتمرة. ثم قال معلما مؤدبا مربيا: أما علمت، يا كلمة كبيرة قوي، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ إيه التوجيه ده؟ إيه التربية دي؟ خطأ. يا مولانا كبر دماغك، تمرة يا راجل، وده عيل صغير وده عارف حاجة، ما تضايقهاش كده يا عم الشيخ، مش ده اللي هيحصل دلوقتي. ها طيب، صفقة صفقة، تلاقي الأب يقول إيه؟ الصفقة دي هربح منها مليون، مليون، هطلع منهم 10,000 لله. يجي شيخ من أهل عمه: لا ده حرام، الصفقة دي صفقة محرمة ربوية. فودي يا مولان عدي ده خلاص، هنطلع منها ربنا 10,000. ربنا وربنا محتاج العشرة تلاف مني ومنك، هو الملك جل جلاله فقير إلى عطائك وعطائي؟ أنسيت أن ما أنت فيه إنما هو عطاؤه وفضله جل جلاله؟ لكن شوف النبي، تمرة ارم بها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ توجيه في جزئية قد يقلل من شأنها كثير من الآباء، أو قد يحتقرها كثير من الآباء. الولد قد يرتكب جرما أو خطأ كبيرا، ما فيش مشكلة مولانا، ما تكبرش الموضوع، ده موضوع عادي، ده موضوع صغير، ده موضوع تافه. فيتربى الولد على التقليل من شأن الحرام والاستهانة بالحرام، وتختلط عنده الأمور وتختل بين يديه الموازين ولا يفرق بين الحلال والحرام، فضلا عن المشتبهات بين الحلال وبين الحرام. ما دام الوالد ييسر له الحرام إن ارتكبه مرة أو مرتين أو ثلاثا، لا كخ ارم بها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا هو رسول الله المعلم والمؤدب والمربي، عمر ابن أبي سلمة رضوان الله عليه. والحديث أيضا في الصحيحين يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ابن أبي سلمة، حين توفي أبو سلمة وتزوج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وصارت أما من أمهات المؤمنين. فكان عمر غلاما في حجر النبي، يعني رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته وتأديبه. اسمع، يقول عمر: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يوضع إناء الطعام، فده غلام يجلس يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يعني لا يأكل من مكانه الذي يواجهه في الإناء أو في صحفة الطعام. فقال له المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله، سم الله، يعني قل بسم الله، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فما فارقته هذه الأخلاق ولا هذه الآداب بعد هذا التعليم النبوي الجليل المبارك، ما فارقته أبدا. يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. توجيه، تربية في خلق قد لا يلتفت إليه كثير من الآباء. فهلا وجهت ولدك الليلة
وغدا أيها الوالد الكريم إن رأيت ولدك يشرب بشماله أو يأكل بشماله يا شيخ محمد يا عمك كبر دماغك بقى مولانا، إيه الكلام أنت عمال تقوله ده يا عم؟ الشيخ فلسطين ضيعة والقدس ضيعة وغزة وإخواننا أسأل الله يفرج كربهم، والوضع في درفور أنت شايت، واللي بيأكل بيمين وأكل يا عم. الشيخ محمد كبر دماغك، اتق الله مولانا. أعوذ بالله أعوذ بالله. وهل ستنصر الأمة وتعاد القدس وينصر إخواننا في غزة ويمكنوا للدين بالتخلي عن سنة النبي الأمين؟ ما هذا الخلل؟ ما هذا الخلل؟ والله العظيم لن تسترد الأمة المقدسات، ولن تسترد الأمة عزتها ولا مكانتها ولا كرامتها إلا إذا تعاملت مع كل هدي النبي بغاية الحب والأدب والتقدير والتكريم. ولك سنة، يعني إيه سنة؟ يعني ملهاش قيمة؟ ملهاش كرامة عندك؟ طيب أين قيمة وكرامة ومكانة صاحب السنة في قلبك إن كنت تستهين بالسنة؟ أنا صاحي أخي، أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك. إن كنت ممن تقول بفقه الأولويات، على دماغي من فوق على راسي، فقه الأولويات فقه معتبر، أول من أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض على أغنيائهم صدقة أو حقا لفقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقه أولويات في الدعوة إلى الله. لكن اسمع حضرتك مني، شتان شتان بين القول بفقه الأولويات في الدعوة إلى رب الأرض والسماوات وبين السخرية والتحقير للفرعيات والجزئيات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحقر فرعا ولا تحقر جزءا، وإنما قل بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله فابدأ بالركن وابدأ بالأصل وثني بالفرع، فهذا على العين والرأس ولا خلاف فيه على الإطلاق. أما أن تقول هذه سنة ما لهاش قيمة ما لهاش كرامة ما تصدعوش دماغتنا بالكلام الصغير ده، لا، هذا خطر كبير وخطر عظيم. وأرجو مع من إخواني الذين من إخواني نعم إخواني الذين يقولون هذا أن يفتشوا عن حقيقة حبهم لسيدنا رسول الله وعن حقيقة تقديرهم لصاحب السنة صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، إن من ملأ إن من امتلأ قلبه بحب صاحب السنة لهو حريص على أن يطبق كل سنة تبلغه عن حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشتان شتان بين محب صادق للحبيب وبين من يدعي الحب. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. لابد أن يكون الأب مربيا وليس سببا في إيجاد الولد فحسب، وإنما لابد أن يكون مربيا معلما موجها مع كل خطأ فكري. فكري في خطأ في الفكر صحح، يخرج الولد يقول حدثني أبي. سبحان الله، روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو روى الإمام البخاري والنسائي في رواية أخرى نرجع لها تاني، لكن خلينا في الرواية دي. الحديث روى الإمام البخاري والنسائي عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس، خلي بال حضرتك، قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده بنت له، يعني عنده بنته أي بنت أنس، وأنس ده خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسأرجع إليه الآن في رواية أخرى جميلة. يقول ثابت البناني: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده بنته أي بنت لأنس، فقال أنس رضي الله عنه:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بال حضرتك، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، يعني تطلب من رسول الله أن يتزوجها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض المرأة نفسها على رسول الله، فلما قال أنس بن مالك ذلك قالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه، دي امرأة عندها حياء دي تروح تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أنس قالت ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه، يعني كيف أباحت لنفسها أن تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال أنس رضي الله عنه، قال أنس لابنته هي خير منك، هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت نفسها عليه. تصحيح، توجيه، شبهة، قضية فكرية خاطئة، فكرة خاطئة، اعتقدت بنت أنس رضوان الله عليه أو ظنت رضوان الله عليه وعليها أن المرأة إن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض نفسها عليه فقد نزع حياؤها، فبين لها أنس رضوان الله عليه خيرية هذه المرأة وأن ما تصورته من فكرة فإنما هي فكرة خاطئة، هي خير منك، هي أفضل منك، ملأ قلبها حب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. تصحيح، إذا وجدت فكرا خاطئا أو شبهة تملأ قلب الولد أو قلب البنت فصحح وبين ووجه وقل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعت العالم الفلاني، استشكل عليك الأمر ولم تحسن أن تبلغ ولدك أو أن تزيل الشبهة أو الفكرة الخاطئة لا بآية ولا بحديث ولا بقول عالم، فما عليك أيها الوالد الحبيب الكريم الرحيم إلا أن تصطحب ولدك أو أن تصطحب ابنتك وأن تذهب أنت لأي عالم من علمائنا، وما أكثر علماء الأمة بفضل ربنا جل وعلا، لتطرح البنت الفكرة أو ليطرح الولد الفكرة الخاطئة أو لتطرح أنت الشبهة بالنيابة عن ابنتك أو عن زوجتك، ولتسمع أنت ولتتعلم أنت وأولادك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. توجيه وتصحيح. أيضا من جميل ما قرأت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وثبت هذا أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، أن أنس مر على مجموعة من الفتيان والصبيان نصبوا دجاجة وجعلوها هدفا للرمي بالسهام والنبال، فلما رأى أنس بن مالك ذلك قال رضوان الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ غرضا للرمي بالسهام والنبال، لأن هذه صورة من صور التعذيب. ممكن تسمح لي أقف شوية بس هنا، معلش يعني هامش كده أضعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى أن تتخذ الدجاجة أو أن يتخذ الطائر هدفا للرمي بالنبال والسهام. أفينهى رسول الله أن تتخذ الطيور والبهائم أهدافا ثم يبيح بعد ذلك الدماء ويجعل الدماء رخيصة لا وزن لها ولا كرامة ولا قيمة؟ هذا دين محمد بن عبد الله، نهى والنهي للتحريم أن تتخذ البهيمة أو الطير أو الدجاجة هدفا للرمي من الأطفال أو الصبيان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، بل لقد قال بأبي وأمي وروحي إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أي من أباح الشرع أو ما أباح الشرع لكم قتله وما أباح الشرع لكم ذبحه، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح
أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من التوجيه والتربية، حتى لا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإرهاب وبالتطرف وبالسفك الدماء وتمزيق الأشلاء إلى آخر هذه الدعاوى الكاسدة الفاسدة الراكدة الباطلة التي يغني بطلانها في الأصل عن إبطالها، لكنها مع كل أسف لاقت قلوبا مريضة فتمكنت مثل هذه الشبهات الحقيرة من قلوب قلقة. أسأل الله أن يثبت قلبي وقلوبكم جميعا على الحق والحب له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه لذلك مليب أداة تصحيح مرة أنس مالك على الصبيان يلعبون وضعوا دجاجة وجعلوها هدفا للرمي فصحح لهم هذا الخطأ وبين لهم حرمة ذلك وعلمهم ورباهم ووجههم، ولما لا، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك موقفا من المواقف ولا حدثا من الأحداث إلا وقد جعل الحدث مصدرا من مصادر التربية، إلا وقد جعل الموقف سببا من أسباب التوجيه والتربية. ابن عباس رضوان الله عليه مجرد أن يركب خلفه يوما، ركب ابن عباس خلف رسول الله يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، الله 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 الله، إني أعلمك كلمات، علم الولد، رب الولد على العقيدة الصحيحة، على الإيمان الحق، على الأخلاق، على حب السنة، على حب القرآن، على حب العلماء، على حب الصحابة وآل البيت، على حب الخير، على حب بلده المسلم. نعم، رب الولد على هذا. ولا تستهن، بل وأقول بملء فمي، أرجو يا إخواني ألا نستصغر أولادنا، أرجو ألا نستصغر أولادنا، أرجو ألا نحقر من شأن أولادنا. أولادنا غاية في الذكاء، غاية في الفطنة، غاية في الفهم، بل ربما يحرجك ولدك، ربما يحرجك ولدك. واحذر، احذر أن تكون بوجهين في البيت، واحذر أن تكون بلسانين في البيت. فالولد ذكي، الولد المعي، أولادنا غاية في الذكاء، والطفل لا ينسى والولد لا ينسى أبدا. إن نسيت أنت أيها الوالد فاعلم بأن ابنك لا ينسى. سبحان الله. وأجب الولد بقناعة وبين له الحكمة إن استطعت، وإلا فراجع العلماء من الطرائف. ربما تكون قد استمعتم إليه في درس من دروس الخميس التي تنقل من المنصورة في دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ذكرت موقفا لعالم مرب من علمائنا المربين، ذهب إليه تلميذه يوما وقال له يا سيدي أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. يا خبر أبيض، ده درس عالي جدا لم يخطر ببال واحد حتى من الكبار، طفل أو صبي رايح للأستاذ بيقول له أنا عاوز أتعلم اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. لم يوبخه أستاذه ولم يعنفه ولم يحقره وما رده وما طرده، وإنما انظر إلى التعليم وانظر إلى التربية. قال له إذن يا ولدي سأدفع لك الليلة أمانة أرجو أن تسلمها للشيخ الفلاني. قال حاضر يا سيدي، إن شاء الله أنا أؤدي الأمانة كاملة غير منقوصة. وبالفعل راح الأستاذ المربي العاقل العالم واصطاد فأرا، كلنا طبعا عارفين الفئران مدوخنا في البيوت وفي الغطان، اصطاد فأرا ووضع الفأر في صندوق مغطى مغلف. الشيخ اصطاد الفأر أو العالم ووضعه في صندوق وغطى الصندوق، قال يا ابني هذه الأمانة أرجو أن توصلها إلى فلان. قال حاضر يا سيدي. وبالفعل بمجرد ما الولد أخذ الصندوق وبدأ يخرج لقى الفار جوه عمال يلعب أكروبات صينية ما بيهدأش ولا ما بركنش، فار
الواحد يضع الصندوق على في ايه؟ ايه اللي الشيخ حطه في الصندوق ده؟ الولد مربوك، كل ما يضع الصندوق ويسمع الحركة يبقى في حالة ذهول، في ايه جوه؟ فقال طيب ما انا افتح وشوف الامانة اللي الشيخ بعتها دي شكلها ايه اللي عماله تتحرك وتلعب جوه دي، وبعدين ابقى اوصلها، ما انا مش هضيع الامانة ولا فرط فيها، بس اشوف الامانة. وهو هنا كده خان الامانة، خان الامانة. كشف الغطى، قفز الفار، نط الفار، نظر فار. ايه الكلام ده؟ معقول الشيخ بعت لشيخ تاني فار؟ ايه الكلام ده؟ رجع للاستاذ قال له يا سيدي هو في حد بيبعت لحد فار؟ قال له الله، وهل رأيت الفار؟ قال له هرب وجرم الصندوق. اسمع بقى، قال له استاذه يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ يا حبيبي أنت ما قدرتش تستأمن على فار، ما تصلي على المختار صلى الله عليه وسلم، ما بلاش الكلمات الكبيرة اللي احنا عمالين نقولها. الواحد بقول يعني بقين يعني جامدين جدا، وهو المسائل لسه لو عارف يصلي الفجر، ولو عارف يغض البصر عن الحرام، ولو عارف يكف اللسان عن الغيبة، ولا عارف يكف اللسان عن النميمة، ولا عارف يطهر قلبه من الحقد ولا من الحسد ولا من الغل ولا ولا، ونقول يعني يا جماعة هنا 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 الأول، هنا القلوب، قلوب مليانة دغل ومليانة حقد ومليانة حسد ومليانة غبش ومليانة غبش، لازم تطهر الأول. والله العظيم لو العلماء للنار، قال الله قال الرسول، والقلوب طفح شهوات وشبهات، لن تسمع أبدا عن رب الأرض والسماوات أبدا، والله لن تسمع. ربما تتأثر وأنت تستمع إلي الآن، لكن بعد ساعة ولا شيء. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان القلب طافح شهوات وطافح شبهات، واللي بتسمعه ده من قال الله وقال الرسول، هذا النور مقره القلب. انا بسأل حضرتك، كيف يستقر الطهر في وعاء النجس؟ كيف يستقر النور في الظلام؟ لا يمكن على الاطلاق، لازم تخلي هنا وتطهر القلب الاول من الشهوات والشبهات ليستقر فيه هذا النور. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مستحيل والقلب طافح شهوات وشبهات تجد فيه مكانا للخشوع، للأدب، للعفة، للتوكل، للإنابة، للخشية، للرجاء، للتفويض، للبكاء، للاستغاثة به، للاستعانة به، للتوكل عليه، للرجاء فيه، للخوف منه، مستحيل. لابد من التخلية قبل التحلية. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأبصارنا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوظف كل حدث للتوجيه وللتربية. يا غلام، ابن عباس خلفه على ظهر دبة واحدة، وده طبعا درس عالي أو من دروس التواضع، أن يركب رسول الله على ظهر دابة ويردف خلفه غلاما من فتيان الصحابة، درس عالي جدا في التواضع. وبعدين ما يفوتش الوقت ولا يضيع الفرصة، وإنما يستغله صلى الله عليه وسلم، أو يوظف، هذه أبلغ وأجمل وأرق، يوظف النبي صلى الله عليه وسلم الوقت والحدث توظيفا تربويا رائعا، فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات. خلي بالك خلف النبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر، إلى آخره. انظر إلى هذا التوجيه العقدي الإيماني الأخلاقي التربوي
منه صلى الله عليه وسلم إلى غلام: يا غلام لا تستهن بالغلام ولا تستهن بالولد، وإن سألك ولدك فأجبه، لا تصفعه على وجهه إن سألك سؤالا محرجة. ممكن الولد يجي يقول لك: يا أبي هو ربنا بيأكل إيه؟ تضربوش، اوعى تصفع الولد على وجهه، اوعى تسب الولد، اوعى تشتمه. أجبه، بين له هو ربنا فين، علمه، بين له الحق، تقولوش في كل مكان، قل له مستوٍ على عرشه، الرحمن على العرش استوى. زي ما سيدنا النبي سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي لمعاوية ابن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة. ده تعليم نبوي، تعليم نبوي، حتى لا يتهم، لا يتهمنا أحد، تعليم الرسول وسؤال الرسول: أين الله؟ بسألها كذا: أين الله؟ قالت: في السماء. أأمنتم من في السماء؟ نعم إخوانا، هذا ليس تحييزا، ليس تحييزا، لا، بل استوى على عرشه جل جلاله استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كما ظن بعض أحبابنا وإخواننا أننا إن أصلنا ذلك فإننا نحيز الذات، بل ربنا جل وعلا أعلم بذاته منا من خلقه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق به جل جلاله، فهو القائل تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستأتي الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية فتقول له، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم وغيره: أين الله؟ قالت: في السماء، مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، أأنتم أعلم أم الله؟ قل هو الله أحد، إلى آخر هذه الأدلة القرآنية والنبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأحبة، الأب مسؤول. حدثني أبي منهج تربوي في غاية الأهمية، لا سيما إذا وقفنا على استقالة تربوية جماعية وقعت في كثير من بيوت المسلمين في هذه الأيام، وشعر كثير من أولادنا داخل هذه البيوت باليتم التربوي الحقيقي. غاب الوالد الحاضر، غاب الوالد الحاضر، هو حاضر بجسده وربما بماله، لكنه غائب بأبوته، بأبوة التوجيه، بأبوة التربية، بأبوة النصح، بأبوة العاطفة. ثم تزداد المصيبة والفاجعة والمأساة، ولا مبالغة في هذه الكلمات التي استعملتها: ورب الكعبة، لا مبالغة، ولا أقول ذلك من باب دغدغة المشاعر والعواطف، وإنما أقول ذلك من خلال الواقع المر الأليم. تزداد الفاجعة والكارثة والمأساة إن استقالت الأم هي الأخرى تربويا. استقالت الأم الحاضرة الغائبة، الحاضرة الغائبة، حاضرة في البيت لكنها غائبة عن الأولاد. ليه؟ خرجت للوظيفة وليست في حاجة للوظيفة، إنما قالت: أنا ما أقدرش أسجن نفسي بين أربع حيطان. طب يا أخت الفاضلة ويا سيدة الفاضلة، من الله عليك بزوج وفر لك ما تريدين، هي القضية أكل وشرب وخلاص؟ لا، ده أنت في البيت مسؤولة عن أشرف وأطهر وأجل عمل، ألا وهو التربية. من يستهين بهذا الدور؟ من يستهين بدور الأم كأم فاضلة مربية؟ لا ورب الكعبة، بل أنا أقسم بالله إن دور الأم الفاضلة التي تعي حقيقة مسؤوليتها وقدر الأمانة التي أمنها الله إياها، والله لا يستطيع رجل، أي رجل، أب، أي أب، أن يقوم به. المرأة المسلمة هي العمود الفقري في الأسرة، هي العمود الفقري في البيت. لو تخلت الأم واستقالت تربويا انتكس البيت كله، وسقط السقف على من فيه، وتعرض البيت للخراب وللدمار. نعم أقول ذلك بملء فمي،
الأم مدرسة، مدرسة كاملة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم قللوا من قدرها فقالوا أنت تشكلين نصف المجتمع، وأنا أقول بكل ثقة أنت مجتمع بأسره، أنت مجتمع بأسره، أنت أم. وهذه الأم أخت وزوجة لأخ من إخواننا وعمة وخالة، أنت مجتمع بأسره، إن كنت بنفسك تشكلين نصف المجتمع المسلم فأنت تمنحين المجتمع المسلم نصفه الآخر من أولادنا وبناتنا. لا ينبغي أبدا أن نقلل من دور الأم. ومن ينادون الآن بالمساواة المطلقة الكاملة في كل شيء لا يدركون طبيعة الخلق ولا طبيعة البشر، ولا يدركون أبدا أبدا إمكانيات وقدرات كل نوع من النوعين. فالرجل له دور وله وظيفة كلف بها، والمرأة لها دور ولها وظيفة ولها غاية هديت إليها وكلفت بها. لا يمكن أبدا أن يقوم طرف من الآخر بدور الطرف الآخر، وهذا ما أسميه بتصارع أو بتنازع الأدوار، وهذا سبب آخر من أخطر الأسباب التي تحتم علينا أن نعود إلى منهج حدثني أبي. تصارع الأدوار أو تنازع الأدوار، تريد الأم أن تقوم بدور الوالد، لا، خطأ، ويريد الوالد أن يقوم بدور الأم، خطأ، أو يتصارع الوالدان في بيت واحد في تربية الأولاد. بمعنى يريد الوالد مثلا أن يأخذ أولاده إلى المصيف مثلا، وتريد الأم أن توظف الأجازة الصيفية ليحفظ الأولاد 10 أجزاء من كتاب الله جل وعلا، فيتصارع الوالد والوالدة ويتنازع الدوران أمام الأولاد، فيظهر هذا النزاع على ساحة البيت، فيصاب الأولاد بحالة من الخلل، فينقسم الأولاد إلى فريقين، فريق يرتمي في أحضان الوالد، أو ربما يرتمي الأولاد جميعا في أحضان الوالد، لأن الولد بطبعه يحب المرح ويحب الفرح واللعب، وربما ينظر الأولاد بعد ذلك من هذه اللحظة إلى الأم نظرة بغض ونظرة عداء، وينقسم البيت إلى فريقين، فريق مع الوالد وفريق مع الوالدة، ويهتز دور التربية اهتزازا فعليا حقيقيا على أرض الواقع. موضوع خطير، لكن إن الله وإنا إليه راجعون. تجاوزت وقتي بدقيقة وأنا لا أحب ذلك، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى على وعد بالعودة مرة أخرى إلى حدثني أبي. وهذا رزقكم ورزقي ورزقكم على الرزاق ذي القوة المتين. أسأل الله عز وجل أن يبارك أولادنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يربيهم لنا وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها كثير من بيوتنا في مرحلة الثانوية العامة، أسأل الله لأولادنا النجاح والتوفيق والسداد. اللهم أنزل على قلوبهم في لجان الاختبارات برد السكينة والرضا. أسأل الله أن يذكرهم ما نسوه وأن يعلمهم ما جهلوه، ما نسوه وأن يعلمهم ما جهلوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخذل أسرة في ولدها ولا في ابنتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني أيها الأفاضل على وعد بالعودة مرة أخرى إلى حدثني أبي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.